ماشي، يبقى دي صور كده بتقول لنا برضو الدنيا، يعني بيجي عيان برضو مثلا ليفت سايد سباستيك هيميباريسز وفوكال سيجرز، متوقع بقى نلاقي مثلا تشومر، نلاقي ستروك، نلاقي حاجه، ما نلاقيش حاجه. بينما انت لو يعني امعنت النظر بس شويه هنلاقي في الرايت سايد اتروفايد، حجم الرايت سايد اصغر من الليفت سايد، خصوصا عند الاريا بتاعت الباريسيلفيال اريا. بروجريسيفلي الرايت هيمسفير تبتدي انها تقل ان سايد. نفس الكلام هنا بس بالنسبه لللفت سايد، يعني هنا مثلا ده لفت سايد رسموسن، فاللفت سايد رسموسن ده بيجربوا الاول معاه الاميونوثيرابي قبل ما بيجربوا معاه الاميونوثيرابي قبل ما يفكروا في حاجه زي هيمسفيركتومي. لكن هنا ده رايت سايد ممكن نبدا الهيمسفيركتومي يعني توفيرا للوقت وتوفيرا للريسبونس والكلام ده كله. ده الاونلي كيوريتيف ميثود يعني. نفس الكلام برضو نفس الصورة، الحجم بتاع الناحية اليمين أصغر من الناحية الشمال، الحجم بتاع الناحية اليمين أصغر من الناحية الشمال، سبيشال عند الاريا بتاعت الباريسلفيل يعني. كده احنا بقى هنبتدي ننتقل ل اللي هي جنرالايزد ابيلابسيز. يعني كده احنا خلصنا الفوكال ابيلابسيز، نتكلم بقى كده على جنرالايزد ابيلابسيز. جنرالايزد ابيلابسيز يعني هو عبارة عن ثلاثة مش أكتر من كده: الجوفينايل مايكلونيك ابيلابسي، الشايلد هود ابسنس ابيلابسي اللي هو البيتي مال، والابيلابسي والجي تي سي ده مش هنشرحه، يعني هو سيجر تايب جي تي سيز بس، ما فيش اي حاجه فوكال في الموضوع وبس، يعني ما فيش حاجه تتقال فيه. يعني هو الشغل كله بقى في الشايلد هود ابسنس والجوفينايل مايكلونيك ابيلابسي. نيجي اول حاجه الابسنس سيجرز. الابسنس سيجرز بالشايلد هود ابسنس ابيلابسي او البيتي مال او حاجه اسمها البيكنو ابيلابسي، كل دي اسامي للابسنس سيجرز. يعني السيناريو المعروف جدا، الولد اول ما يخش مدرسه الناس بتشتكي منه، المدرسه بتقول الولد ما بيركزش معايا كويس، بيقعد يتنح كتير، بيكتب سطر ويسيب سطر، يعني هو كويس وكل حاجه بس مش متظبط كده من الاول لما بدانا السمستر ولا بدانا السنه، وهو محمد مش مظبوط كده. بإيه اللي بيحصل؟ جاله بيجي له ايه يعني؟ ما هو يعني هو بيقعد يذاكر كده ولا يقعد يقرا مثلا نشيد ولا حاجه، مره واحده الاقي كده يا دكتور راح تنح وقف خالص ورجع تاني، تنح ورجع تاني، بتتكرر كتير جدا 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 جدا، يعني فيري فريكونت فريكونت جدا الى اقصى حد. ومن هنا يبدا ياثر على الاتشيفمنت، يعني الاكاديميك اتشيفمنت بياثر من كتر الفريكونسي بتاعت السيجرز. ده الابسنت سيجرز. خلاص الايج اراوند 5 سن دخول المدرسه، اللي انا بحكي عليه ده اسمه التيبيكال ابسنس، لما هنتكلم على حاجه اسمها اتيبيكال ابسنس ليتر اون. الاي اي جي باك جراوند بيبقى نورمال اي اي جي، مهم قوي يا جماعه، الاي اي جي باك جراوند بيبقى نورمال وهنتكلم عليها ليتر اون. انكريز باي هايبر فنتيليشن، ودي حاجه انت ممكن تعملها في العياده، يعني انا شاكك ان الولد الصغير ده بيجي له ابسنس ابلابسي، هايبر فنتليت، هخليه يهايبر فنتليت، يهايبر فنتليت اقل من دقيقه تلاقيه جات له سيجر وهو قاعد في العياده بره، حتى كده بيجيبوا اللي هي المروحه ويخلوا العيال يقعدوا ينفخوا فيها لغايه لما يجي لهم السيجر. طبعا بتبقى فيري ريكرنت اند فيري فريكونت اند فيري بريف، بتقعد ثواني وتفك تاني. الثواني دي قد ايه؟ يعني ما بتطولش عن 30 ثانيه، ودي وان اوف ذا كرايتيريا بتاعت التيبيكال ابسنس. الشايلدود ابسنس ابيلبسي مهم قوي بس ان احنا نعرف قاعده كده، ان اي شايلدود ابسنس ابيلبسي بالكرايتيريا دي بس بدا قبل سن 5 سنين، ده نتيجه ده غالبا بيبقى حاجه اسمها جلوتي 1 ديفيشنسي، يعني ديفيشنسي في الجلوكوز ترانسبورتر انتر بروفن اذروايز. ايه اهميه المعلومه اللي ملهاش لازمه دي؟ ان سعادتك لو انت ما لقطتش ان العيان ده جلوتي 1 ديفيشنسي هتمس وان اوف ذا فيري كومن او فيري باورفل ثيرابيوتيك انترفنشن اللي هو الكيتوجينيك دايت، اللي هنتكلم عليه ليتر اون في حاجه في محاضره كده اسمها الدراج ريزيستنت ابيلبسي والسيرجيكال بلانك. طيب الابسنس ابيلبسي اللي عالجه ازاي؟ لو هو لوحده يعني ابسنس بس ما فيهوش اي حاجه ثانيه، ولا يقعد يلعب في عينه، ولا مايكلونس، ولا جي تي سي، ولا اي حاجه ثانيه، اديله الايثوكسامايد. لو معاه اي حاجه ثانيه، لو معاه ابسنس، معاه مايكلونس ان شاء الله حتى في الايليد، يا اما تباكين او تراتام، لو بنت يبقى تراتام، لو ولد يبقى تباكين.
نيفر نيفر ايفر ان انت تدي له اي حاجه ببوتنشيت الجابا. ليه؟ عشان خاطر هو وان اوف ذا ميكانيزم اللي بيحصل فيها الابسنت سيجر ان الجابا نفسها ماده الجابا بتزيد في التلامس. ازاي بقى والديتيلز مش يعني ممكن نتغاضى عنها دلوقتي عشان خاطر بس ايه احنا لسه في الاول يعني. طيب هو في حاجه اسمها اتيبيكال ابسنس، يعني اللي انا بحكيه ده اسمه تيبيكال ابسنس. هو في حاجه اسمها بقى اتيبيكال ابسنس؟ في حاجه اسمها اتيبيكال ابسنس. طب ده بيجي امتى بقى؟ ده بيجي بقى في الناس الوحشه بقى، في السندرومات الايه الوحشه اللي هم دول اللي هو اللانوكس كاس 2. ده اللي بيجي في اللانوكس كاس 2، وساعات يجي كمان في الفيبرال سيجرز بلس، وساعات يجي في درافي، يعني ساعات بيجي في السندرومات اللي هي البروجنوزس بتاعها مش حلو. هو ابسنس بس البروجنوزس بتاعها مش حلو ومش زي التيبيكال ابسنس. يعني التيبيكال ابسنس الاي اي جي ساعه السيجر بيبقى 3 هرتز سبايك اند ويف. 3 هرتز يعني 3 ويف بير سكند سبايك اند ويف. الباك جراوند بتاعي فله، شمعه منوره، نورمال باك جراوند واي كيو ونيورو اكزام، والواد فله جميل. والابسنت سيجر دي لما بتتعالج الولد بيرجع نورمال والاهل بيبقى ساتسفايد وبتحس ان انت اتشيفد سمثينج هيوج. يعني الاتيبيكال ابسنس بقى ده الدنيا بطيئه عشان احنا انكفالوباثي، عشان احنا مش حلو البروجنوزز وحش. فالفريكونسي بتاعتك مش هتبقى 3 هرتز، هتبقى 2.5 وممكن اقل كمان. والباك جراوند بتاعك هيبقى بطيء للاسف عشان خاطر المخ مش شغال كويس عشان انا عندي انكفالوباثي. التيبيكال ابسنس بتاعتك مدتها بتبقى فيري فريكوينت بس مدتها بتبقى اقل من 30 ثانيه. الاتيبيكال ابسنس دي بتطول اكتر من 30 ثانيه وبتبقى لاس فريكوينت. التيبيكال ابسنس بتيجي بالهايبر فنتيليشن، دي ما بتجيش بالهايبر، ما لهاش علاقه بالهايبر فنتيليشن اساسا. التيبيكال ابسنس بيبقى يعني المسموح بيه شويه رفه كده في العين، بس ده ما يمنعش انه ممكن يبقى معاها شويه اوتوماتيزم. يعني الابسنس ممكن يجي معاه اوتوماتيزم عادي جدا، بس لما بتلاقي اوتوماتيزم كتير اعرف ان انت حادف ناحيه الاتيبيكال ابسنس، حادف شمال، حادف ناحيه الايه السندرومات العجيبه الوحشه البروجنوزس بتاعها وحش. لكن التيبيكال ابسنس عاده بيبقى فيه اي فليكرنج بس مش اكتر من كده، وده الديفينيشن حتى بتاعه بالانترناشونال ليج اجينست ابيلبسي. مشكله التيبيكال ابسنس بتبقى في الثالاموس اللي هي شالد هود ابسنس ابيلبسي، مشكلتها في الثالاموس، مشكلتها الجابه بتبقى زياده كونكشن معين في الثالاموس بالبلدي كده يعني. لكن الاتيبيكال ابسنس مشكلتك بتبقى كورتيكال نيو كورتيكال، واشهر سندروم بيبقى معاه الاتيبيكال ابسنس ده اللي هو اللينوكس جاستو اللي هنتكلم عليه في المحاضره اللي جايه. الحته دي اتفهمت كويس يا شباب؟ هي دكتور. طب يعني مثلا الاي جي ده عباره عن ايه؟ حد يتبرع كده ويقول لنا ايه المشكله فيه؟ اي حاجه يا اولاد قولوا اي حاجه. هو ده كده generalized activity يا دكتور؟ ده generalized activity بالظبط. بس الاول باك جراوند، يعني اتعلمي كده، اتعلمي ان تخش كده تقولي الباك جراوند الاول، بعد كده لو في اي حاجه abnormal تقولي. فالباك جراوند اخباره ايه يا بسمه؟ انا شايف دي الفريكونسي بتاعت الالفا ويفز تقريبا. بالظبط صح، عادي هو صوت بتاع الالفا. برافو عليكي. وتقعد تزيد وتقل تزيد وتقل اللي بيسموها ايه ساينوسويدال. خلاص فالباك جراوند بتاعتك نورمال ولا اب نورمال؟ كده نورمال باك جراوند. نورمال باك جراوند بالظبط، الفا ويفز عاديه ومش بطيئه، الباك جراوند بتاعتك مش بطيئه. طب كويس قوي. طب ده ايه اللي انت شايفاه؟ اللي انت شايفاه ده ايه؟ ده اكتل ولا انتر اكتل؟ هو كده اكتل. اكتل، برافو عليك، كده اكتل. طيب اكتل ده سبايك اند ويف، سبايك اللي هي بتاع الطلعه دي اهي سبايك اهي، وسلو ويف، سبايك وسلو ويف، سبايك وسلو ويف. ماشي. طيب كم هرتز بقى؟ كم ايه دكتور هرتز؟ كم هرتز يعني كم ويف كده؟ هو السكند بيبقى اللي هو من هنا لهنا يعني كده سبعه. لا سكند من هنا لهنا. سوري، ثلاثه كده. 3 يا ده ايه ده؟ 3 هرتز سبايك اند سلو ويف، جنرالايزد ديشارج، فرونتال بريدومينانت يعني اكتر في الفرونتال ليدز، وذ نورمال باك جراوند، سادن اونست، سادن اوفست، ده تيبيكال ابسنت سيجرز. خلاص تمام يا دكتور.
طيب ده ايه طيب تاني؟ ده هو نفس الرسم تقريبا يعني. يبقى هو sudden onset بيبدأ مرة واحدة sudden offset و 3 هرتز spike and slow wave with normal background frontal predominant اكتر بيبان بيظهر اكتر في الفرونتال ليدز يبقى ده كده ايه typical absence seizures. طيب ده ايه ده بقى؟ background slow background slow الدنيا مش لطيفة في spike and في ectal activity في generalized ectal activity spike and slow wave بس الفريكونسي بتاعتها كام؟ يعني انا عندي مثلا دي كده ثانية يعني ما كملتش اتنين يعني ممكن مثلا واحد ونص او واحد ونص اتنين بالعافية يعني وما فيش اللي هو sudden onset sudden offset بتاع الناحية التانية فده شكلها كده ايه atypical absence ايه absence atypical absence seizures خلاص ده ايه ده ده ايه يا اولاد طيب الباك جراوند ايه هنا طيب؟ كده كل ده اكتل اكتيفيتي بس الباك جراوند ايه هنا يعني سلو ال كم هرتز في جنرالايزد اكتل اكتيفيتي كم هرتز 2 هرتز 2 يعني قليل فهو برضو ده اتيبيكال يبقى دي اتيبيكال ابسنت مش اتيبيكال خلاص مش اوكي دكتور معلش انا بقول انت سلو باك جراوند دي لازم يعني اللي انا بعمله برضو ده مش صح قوي يعني انت لازم تشوفي الرسم كله وتبتدي تحكمي وبتحكمي في الاوكسيبيتال ليدز اكتر فاهماني تمام سلو باك جراوند لما تلاقي الباك جراوند معظمها ثيتا دلتا يعني تلاقيها كده ايه 4 هرتز 5 هرتز 6 هرتز بالكتير ده الفريكونسيز اللي انت بتحكمي عليها تمام يا دكتور طيب نيجي بقى تقريبا اخر حاجه اللي هي اسمها جوفينايل مايكلونيك ابيلبسي جوفينايل مايكلونيك ابيلبسي جوفينايل مايكلونيك ابيلبسي ده قصته جميله جدا بقى ده بيبقى شاب كده زي الناس الحلوه الاموره اللي في الصوره دول ده بقى بيبقى مثلا ايه 12 سنه 16 سنه سن الضياع ده فبيبقى ايه بقى لسه مخلص بقى ثانويه عامه ولا مخلص وات ايفر وقال ايه بقى اسهر بقى مع اصحابي بقى والكحول ودرينكينج بنج درينكينج وسليب ديبرايفيشن ويسهر ويهيص وحفله بقى بص وايه يظبط نفسه يصحى الصبح صباح احلى جي تي سي على عيونك يجي له بقى جنرالايز تونيك كلونيك كونفولجنز فعلى طول اصحابه يشيلوه ولا اهله ولا وات ايفر ويروحوا بيه ايه الطوارئ الاي ار طبعا الاي ار يبتدوا يسحبوا بقى التوكس سكرين بتاعه نيجاتيف ما فيهوش حاجه طب نعمل بقى ام ار اي وام ار في وام ار اي ولابس ولامبر بانكشر ولا حاجه خالص تملي بقى لما يجي لك حد في السن ده بتاع 12 18 سنه في السن الخطر ده لما حد يجي لك بجي تي سي غير بقى موضوع بقى التوكسيكولوجي وي والحاجات دي كلها لو الحاجات دي كلها نيجاتيف والام ار اي نيجاتيف والحاجات كلها نيجاتيف هنسال سؤال واحد بس هو كان بيجي له فزات لما يصحى من النوم ولا لا يعني هل كان بيجي له مايوكلونيك جيركس لما يصحى من النوم ولا لا ده سؤال مهم جدا 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 انت تتفاجئ ان الولد ده يقول لك انا لما بصحى من النوم كده بيجي لي كام فزه اب تو ان انا لما اجي اغسل سناني ولا حاجه ممكن الفرشه تقع من ايدي ممكن الحاجه تقع من ايدي في الصبح كده تهزلي هزه هزتين بتبقى ميلي في الابر ليبس والدنيا بتمشي كويس والاي جي يكونفيرم الكلام اللي انت قلته ده انه بيبقى عندهم جنرالايزد ديشارجز شبه بتاع الابسنس كده بس الباك جراوند بتبقى نورمال فبيبقى عنده جنرالايزد ديشارجز حاجه اسمها بولي سبايكس ابعت لكم على الجروب شكلها حتى جنرالايزد والباك جراوند كويس يبقى ده القصه الحزينه بتاعت الجوفينايل مايكلونيك ابيلبسي ان الجوفينايل مايكلونيك ابيلبسي طالما جاب جي تي سي وهو اوريدي عندي هيستوري بتاع المايكلونس ده لازم يمشي على دواء يعني ده كده خلاص دخلنا في مرحله ان هو لازم يمشي على دواء بيمشي على ايه الادويه اللي تنفع في المايكلونس از جنرال الديباكين التراتام والكلونازيبام لو الاثنين دول مش عاملين ايفكت ده الجوفينايل مايكلونيك ابيلبسي تمام كده يا شباب
تمام يا دكتور. طيب احنا بس عايزين يعني واحنا بناخد الشيت نفكر في حاجه بس، ان احنا لازم نسال على كل انواع السيجرز. يعني لو عيان جاي لك بفوكال سيجرز زي واتيفر بقى فوكال سيجرز ايديه رجليه واتيفر هو جاي بايه، ما نقفلش الشيت على ان كده فوكال سيجرز وخلاص، لازم نسال على بقيه الانواع، لازم نسال على المايكلونس ولازم نسال على الابسنس والجي تي سي والاتونيك سيجرز. الاتونيك سيجرز دي هنتكلم عليها في المحاضره اللي جايه، اللي هو مره واحده يجي له sudden loss of tone and sudden loss of consciousness، مره واحده يروح طب واقع ضارب راسه على طول في الارض. ليه بقى اسال على الانواع دي؟ اسال على الانواع دي اولا عشان الانواع دي بتحب بعض، يعني common جدا ان انت تلاقي مايكلونس معاه atonic seizures دي اسمها دوس سندروم، common تلاقي الابسنس معاه مايكلونس ومعاه جي تي سي. الجي تي سي ممكن تلاقي مع الجوفينال مايكلونيك ابيلابسي، فتلاقي كلهم كده جايين في ريح بعض. وبسبب تاني لسه كنا قايلينه في بدايه المحاضره، ان في سندرومات لو انا ما خدتش هيستوري كويس جدا ان العيان كان بيجي له ابسنس او بيجي له مثلا مايكلونس او بيجي له اي حاجه من الحاجات دي زي درافي، ورحت والعيان جالي بفوكال فيتس واديت له ديجريتول، شكرا العيان ممكن يخش مني في ستيتس ولا حاجه تفكه، عشان خاطر غلطه ان احنا ما خدناش هيستوري كويس وما عملناش اكسكلوجن لبقيه التايب اوف سيجر. فالمعلومه دي مهمه جدا ان احنا ناخدها في اي شيت ابيلبسي. طيب هنتفرج بس على شويه فيديوهات كده. انتوا شايفين كده السكرين؟ يا دكتور شايفين. دي بتعمل ايه البنت بداية يعني؟ دي اوتوماتيزم يا دكتور؟ لا ولا اوتوماتيزم ولا حاجه، دي بتنفخ، دي بتنفخ، بتبدا هايبر فنتيليشن. تمام يا دكتور. خلاص. بدات تتنح بقى البنت خلاص عماله تنفخ هايبر فنتليت، والحاجات دي ممكن نعملها في العياده لو احنا شاكين انها بتخش في ابسن سيجرز، تنفخ جرعه تتنح بقى مره واحده تتنح. ار يو ذير؟ اي بلينكينج؟ ولا كان في اي حاجه حصلت. شوف فيديو تاني كده يا شباب. شباب ايوه دكتور مع حضرتك. طيب شغل الفيديو التاني. hyperventilation شغال hyperventilation.
بدأ يتنح بقى خالص، في شوية أوتوماتيزم برضو، وكمل عادي خالص مفيش أي حاجة خالص. تنح تاني برضو. طيب في ده بقى الفيديو ده، يعني ده مكتوب بقى فيه ايه الايفنتس اللي بتحصل، يعني ده سنترو تمبورال سبايكس او الرولانديك ابيلبسي اللي هو بقه بيقعد يلعب وبيسالايفيت وبيبقى فيه افيزيا وبينام ولا بيفتكر اي حاجه من اللي بتحصل. Decrease blinking. يعني الواد مش عارف يتكلم، يعني speech returns. دي كانت اللي هو الرولاندك epilepsy. بس احنا كده، يعني احنا كده يعتبر خلصنا الفيديوهات. فالمرة اللي جاية بقى ان شاء الله نتفق عليها ونبقى نتكلم فيها على اللي هو epileptic syndromes part 2، دي الحاجات اللي poor prognosis، نخلصها ونشوف كده ايه what's next. يعني شكرا يا شباب. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. ميرسي.